هذا الصباح الحلو الجميل من يوم الثلاثاء نشوفه، بنسير بكم مع مقدمتي هذا الشوط لنستطلع نحن وأنتم على المقدمة وعلى المنافسة طولة مسافة 5 كيلو متر مع هذا الشوط، شوط اللقاية الجعادين المهجنات الأصايل. نشوف الآن اللي على مقدمة هذا الشوط، نولع للسيد سعيد بن عبيد بن سيف المنصوري، مولع الأمور منذ البداية. وفي المركز الثاني سياف، على المركز الثاني للسيد علي بن سعيد بن سالم الزرعي. وفي المركز الثالث، المركز الثالث غالي غالي للسيد محمد بن علي بن عيلان السبوسي على المركز الثالث. وفي المركز الرابع ناخذ اللي على المركز الرابع شاهين للسيد قطامي بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي. وفي المركز الخامس، المركز الخامس رمحان للسيد غانم بن علي بن حمود الظاهري. وفي المركز السادس الوسمي، على المركز السادس للسيد عامر بن علي بن عامر المري. وفي المركز السابع، المركز السابع نشوف اللي على المركز السابع في هذه اللحظات، فلاح على المركز السابع للسيد شبيب بن سالم بن حمد المري. وفي المركز الثامن، ولا نعم المركز الثامن في هذه اللحظات، شغموم على المركز الثامن للسيد جويعان بن فهد بن ناصر العجمي. وفي المركز التاسع، المركز التاسع شباب للسيد عبد الله بن صالح الجاري الاجتبي. وفي المركز العاشر السبع للسيد لهوب بن سعد بن طالب المري. هذه النتيجة، هذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل. ونرجع إلى المقدمة، إلى مولع لازال منذ البداية وهو مولع بهذا الشوط، مولع بالقيادة على مقدمة هذا الشوط، مولع للسيد سعيد بن عبيد بن سيف المنصوري مع مولع على المقدمة. المركز الثاني شاهين للسيد قطامي بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي. وفي المركز الثالث سياف للسيد علي بن سعيد بن سالم الزرعي. وفي المركز الرابع، المركز الرابع رماح للسيد غانم بن علي بن حمودة الظاهري. وفي المركز الخامس شغموم على المركز الخامس في هذه اللحظات للسيد جويعان بن فهيد بن ناصر العجمي. وفي المركز السات ناخذ اللي على المركز السات في هذه اللحظات غالي للسيد محمد بن علي بن حيلان السبوسي. وفي المركز السابع، المركز السابع نشوف اللي على المركز السابع الوسمي للسيد عامر بن علي بن عامر المري. وفي المركز الثامن، المركز الثامن للسيد نياف بن صالح العصيمي العتيبي. وفي المركز التاسع، المركز التاسع شاهين للسيد محمد بن أحمد بن محمد بن سعيد. وفي المركز العاشر السبع للسيد لهوب بن سعد بن طالب بن شريم المري. هذه النتيجة، هذه النتيجة. ورماح وين؟ رمح الجميع وغير. يا سلام يا بن حمود، يا سلام يا الشعار الاقتصادي مع رماح على مقدمة هذا الشوط للسيد غانم بن علي بن حمود الظاهري مع رماح على المقدمة. المركز الثاني نشوف سياف للسيد علي بن سعيد بن سالم الزرعي. يا سلام يا سلام. المركز الثالث، المركز الثالث شاهين للسيد قطامي بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي. وفي المركز الرابع شغموم، شغموم خطير. يا سلام، يتسلل من مركز إلى مركز شغموم. الآن من المركز الرابع للسيد، في المركز الثالث
للسيد جويعد بن فهد بن ناصر بن مبارك العجمي. هنو شوفوا المركز الخامس، المركز الخامس المتباهي للسيد أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. يا سلام، شعار الشبابية الذي انتزعت كاس الثنايا على أرضية على ميدان الوذبة في عاصمة الميادين، في عاصمة الميادين. يا سلام، المفتوح الثنايا بنت الشباب نفس الشعار، وسجلت أفضل توقيت في مسافة 8 كيلومتر. شغموم على المقدمة، شغموم على المقدمة. يا سلام للسيد جويعد بن فهد بن ناصر بن مبارك العجمي. يا سلام يا العجمي على المقدمة. المركز الثاني، المركز الثاني نشوف رمحان للسيد غانم بن علي بن حمود الظاهري. يا سلام، شغموم شغموم على المقدم، بدأ يطير ورماح قادم، رماح قادم وشغموم، شغموم على المقدمة. رمحان يحاول، رمحان يحاول. يا سلام وشغموم على مقدمة هذا الشوط، المعركة طاحنة لكن شغموم بدأ يباعد. نقول صباح الخير يا أهل المملكة، يا أهل المملكة العربية السعودية، تهانينا تهانينا للسيد جويعد بن فهيد العجمي على هذا الناموس، على هذا الأداء الذي قدمه. شغموم في المركز الأول، وفي المركز الثاني رمحان للسيد غانم بن علي بن حمود الظاهري. المركز الثالث، المركز الثالث مهول للسيد سالم بن سيف بن سالم بوضبيعة الاجتبي. وفي المركز الرابع سياف للسيد علي بن سعيد الزرعي. وفي المركز الخامس نترك بقية المراكز الأعضاء خط النهاية. نشوف التوقيت الزمني، ساعة وصول شغموم إلى خط النهاية. ها هو شغموم في زمن وغدر 7:29.3 أجزاء من الثانية، والتوقيت الأفضل في سباقي هذا الصباح تحت أقدام شغموم. تهانينا لمالك شغموم جويعد بن فهيد بن ناصر بن مبارك العجمي، صباح الخير يا أهل المملكة. والذي وصل في المركز الثاني رماح 7:30 بدون أي أجزاء من الثواني. تهانينا للسيد غانم بن علي بن حمودة الظاهري، والذي وصل في المركز الثالث، هو المركز الثالث مهول 7:33 جزء واحد من الثانية. تهانينا للسيد سالم بن سيف بن سالم بالضبيعة الاجتبي. تهانينا للجميع والناموس.